بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. مرحبا بكم عزيزاتي الكريمات، أعزائي الكرام، عزيزاتي التلميذات، أعزائي التلاميذ في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. في هذا الفيديو جايب لكم خبر من وزارة التربية الوطنية بخصوص مواعيد إجراء الامتحانات الإشهادية حسب وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي. اليوم غادي تعرفوا معايا الموعد ديال إجراء الامتحانات الإشهادية بالنسبة للسادس ابتدائي، بالنسبة للثالثة إعدادي، أولى بكالوريا، وكذلك الامتحان الوطني لنيل شهادة البكالوريا 2021. إذن هذا الفيديو لكم، مرحبا بكم. إذن هذا هو البلاغ الإخباري الصادر عن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي يومه الاثنين 19 من أبريل 2021. إذن اليوم الوزارة خرجت بلاغ إخباري بخصوص مواعيد إجراء الامتحانات المدرسية الإشهادية خاصة بالثانوي التأهيلي والإعدادي والابتدائي برسم دورة 2021. إذن موضوع البلاغ وهو مواعيد إجراء الامتحانات المدرسية الإشهادية الخاصة بالثانوي التأهيلي، يعني بالسلك الثانوي والسلك الإعدادي والسلك الابتدائي برسم دورة 2021، يعني امتحانات ديال السادس وديال التاسعة وديال الجهوي وكذلك الوطني. كل هذه الامتحانات عندها موعد خاص هو اللي كاين في هذا البلاغ. إذن مضمون البلاغ وهو كالتالي، إذن غادي نقرأ معكم هذا البلاغ، انتبهوا معايا. تعلن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي قطاع التربية الوطنية أنه نظرا للوضعية الاستثنائية التي تعرفها منظومتنا التربوية منذ انطلاق الموسم الدراسي الحالي والناتجة عن اتخاذ تدابير تربوية احترازية للوقاية من تفشي جائحة كوفيد-19، وذلك حفاظا على صحة وسلامة التلميذات والتلاميذ والأطر التربوية والإدارية، فإن الامتحانات المدرسية الإشهادية الخاصة بالأسلاك التعليمية الثلاث الثانوي التأهيلي والإعدادي والابتدائي برسم دورة 2021 ستجرى في المواعيد التالية. إذن هذوما هما مواعيد الامتحانات. إذن هذا هو الأهم في هذا الفيديو، أننا نعرفوا فوقاش الامتحان الوطني، فوقاش الامتحان الجهوي، فوقاش الامتحان ديال التاسعة، وكذلك فوقاش الامتحان ديال السادس ابتدائي. إذن هنا عندنا جدول الامتحانات الإشهادية، إذن هنا كاين المستوى وهنا كاين الامتحان وهنا الموعد. إذن غادي نبداو بالأولى بكالوريا، الامتحان الجهوي الموحد الخاص بالمترشحين الأحرار. إذن هنا كاين الخاص بالمترشحين الأحرار، فوقاش غادي يكون نهار 27 و28 ماي 2021، يعني 27 و28 في شهر 5 2021 غادي يدوزوا الناس اللي دايرين باك حر، غادي يدوزوا الامتحان الجهوي. بالنسبة للامتحان الجهوي الموحد للسنة الأولى البكالوريا الخاصة بالمترشحين الممدرسين القطب العلمي والتقني والمهني. إذن كما جرت العادة في إطار التدابير الاحترازية، الوزارة كدير الأقطاب في الامتحانات، يعني القطب العلمي كيدوز مثلا في واحد اليومين والقطب الأدبي كيدوز في يومين أخرى إلى غير ذلك. إذن هنايا العلميين غادي يدوزوا نهار 31 ماي 1 يونيو 2021، يعني 31 في شهر 5 1 في شهر 6 2021 غادي يدوزوا إن شاء الله الامتحان الجهوي. بالنسبة لقطب الأدب والتعليم الأصيل 3 و4 يونيو 2021، يعني 3 و4 في شهر 6 2021 غادي يدوزوا الناس ديال الأدب. بالنسبة للثانية بكالوريا، يعني الامتحان الوطني، الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا للقطب العلمي والتقني والمهني، ده بالنسبة للعلوم التقني وكذلك المهني، نهار 8 9 10 يونيو 2021، يعني 8 و 9 و 10 في شهر 6 2021 غادي يدوزوا الناس ديال العلوم الامتحان الوطني. بالنسبة للناس ديال الأدب غادي يدوزوا يومي 11 و 12 يونيو 2021، 11 و 12 شهر 6 2021. ندوزوا الآن إلى السلك الإعدادي، الثالثة إعدادي غادي يدوزوا الامتحان الجهوي لنيل شهادة السلك الإعدادي نهار 18 و 19 يونيو 2021، يعني 18 و19 في شهر 6 2021 غادي يدوزوا الناس ديال التاسعة الامتحان الجهوي. وبالنسبة للسادس ابتدائي الامتحان الإقليمي لنيل شهادة الدروس الابتدائية غادي يدوز نهار 22 يونيو 2021، يعني 22 في شهر 6 2021. إذن هذه كانت الجدولة الخاصة بالامتحانات الإشهادية بالأسلاك الثلاث ثانوي التأهيلي والإعدادي والابتدائي. إذن هنا كاين واحد الملاحظة مهمة، على أن تظل مواعيد هذه الامتحانات قابلة للتغيير حسب تطور الوضعية الوبائية ببلادنا، كما ستخضع ظروف إجرائها للتدابير التي ستعتمدها السلطات المختصة في الأسابيع والشهور القادمة.
إذن هذه الملاحظة هي مهمة، بأن الوزارة كتقول بأن هذه المواعيد يمكن لها تتغير، وذلك حسب تطور الوضعية الوبائية. يعني لا تسجلت حالات كثيرة بفيروس كورونا كوفيد 19، يعني ممكن هذه الامتحانات تأجل إلى وقت لاحق، وكذلك هذه الامتحانات غادي يدوزوا وفق الإجراءات والتدابير الاحترازية المعمول بها، يعني الكمامات وكذلك التباعد إلى غير ذلك. إذن وبهذا كنكون ساليت لا فيديو ديالي، كنتمنى لكم كل التوفيق والنجاح. كان معكم الأستاذ محمد البخاري، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.